يا نذرا حالي أنا أرسلي حالي والمقام أطرقت رأسي وجرى دمعي على خدي وراح هل تعلمون مشاعري دفقة عند الختام ماذا ترى يا صاحبي هل تتركونا والسلام جفني إذا أغمضته أبصرت صاحبي لا أنام يا صاحبي أنت الصديق وأنت خلي للأنام إن يحجبك عن العيون لا أنت في جفني تنام إني أحبك يا أخي في الله لا أخشى الملام كنا سويا دائما واليوم قد فك الخطام اليوم نترككم ولكن صوتكم صوتكم في الأذن دام